والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الكرام السيد عامل صاحب جلالة على إقليم الخميسات. أيها الحضور الكريم، باسم أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات أرحب بكم وأحيي حضوركم في هذا الحفل البهيج الذي يخلد للذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني. تخلد أسرة الأمن الوطني بهذه المنطقة الإقليمية الذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني، والتي تصادف نبحات هذا الشهر الكريم شهر القيام والصيام. في هذا اليوم من كل سنة تستحضر الأجيال المتعاقبة من النساء ورجال الأمن الملاحم الوطنية الكبرى العرش العربي المجيد والشعب المغربي الوفي، وتتذكر ما قدمه الرعيب الأول من أسرة الأمن الوطني في سبيل تثبيت الأمن والأمان وإشاعة السكينة والاستقرار، حيث أضحى المغرب بلداً آمناً ومؤمناً ضد مختلف المخاطر والتحديات ومحصناً من كل التهديدات الإجرامية والإرهابية. ووعيا منها بالدلالات العميقة لهذه الصيانة وما ترمز إليه من رعاية مولوية كريمة للمؤسسة الأمنية، وما تجسده من دلالات تواصل أن يديري العمل الوطني وسط تحديد هياكلها وبنيتها الأمنية وتطوير منظومة التكوين الشرطي والاستثمار في مواردها البشرية، وذلك على النحو الذي يضمن تنفيذه الملكية السديدة للمفهوم الجديد والمتجدد للسلطة، ويتيح التنزيل السليم لمنتكزات الحكامة الأمنية الجديدة. إن عمل المنطقة الإقليمية الأمنية بالخميسات هو تسجيل سياسة المدير العام للأمن الوطني القائمة على التدبير العقلاني للشأن الأمني والحكام الجديدة، فكل مكونات هذا الجهاز تعمل بتفان ونقران ذات بانسجام تام وفق استراتيجية ترون إرساء قواعد الأمن والطمأنينة والتصدي بحزم وصرامة لكل مظاهر الإنحراف وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الشعور بالأمن لدى مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر تسهيل العمليات الأمنية الهادفة والتغطية المجالية الفعالة والتواجد المستمر بالشارع العام تحقيقا لعنصر الاستباقية وتفعيلا لشرطة القرب، كما تعمل على توفير الظروف المواتية لمقرات الشرطة تجمع بين حسن استقبال المرتفقين من جهة وتصدي الإجراءات الإدارية من جهة ثانية. أقدم هذه الفرصة للإشارة بأن وجودات المحلات الأمنية التابعة لمصالح المنطقة كانت مقرونة بنتائج متعددة يمكن القضي بعض الأرقام عنها في فترة ممتدة ما بين 16 مايو 2018 و16 مايو 2019. بالنسبة للجرائم من مسألة الأشخاص تم إنجاز ما يجمعه 414 قضية، تم خلالها توقيف 505 ديال الأشخاص. فيما يخص جرائم الماسة بالأخلاق العامة كتحيط على الفساد والعسكرات والتصنيع، تم إنجاز ما يجمعه 240 ألف. السيد المدير العام الوطني الجديد الشكر السيد عامل صاحب الجلالة بإقليم الخميسات على دعمه المتواصل لهذا الفريق العمومي، والشكر موصول كذلك السيد رئيس مجلس الإدارة رؤساء المصالح الخارجية ووسائل الإعلام المحلية والوطنية وكل مكونات المجتمع المدني. وفي الختام وبهذه المناسبة وبهذه المناسبة الغادية باسم خاص ونيابة عن جميع أطول وموظف الشرطة العاملة بهذه المنطقة الإقليمية الآن، نلتمس من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات أن يرفع إلى السدة العالية بالله آيات الوفاء والإخلاص لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس، وعاهدين على أن نبقى عيونا لا تنام صاحين على أمر البلاد والعباد، معبرين عن تشبثنا الدائم بأداب العرش العلوي المجيد جامدين وراء عائلنا المفضلة رفع التحديات وتحقيق الأهداف السامية للمغرب جديدين تسده الديمقراطية العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في أمر دولة الحق والقانون تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معصومة اللهم يا ربي لا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما، اللهم استرنا بستك الجميل، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين، برحمتك نستغيث لا تكلنا الى نفوسنا طرفة عين، واصلح شؤوننا وشؤون المسلمين اجمعين،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.